الجولة الأولى، التحدي الثاني، الدمية البشرية. دلوقتي أنا اخترت لك شيربل هيبقى صديقك الأنتيم الجديد. ما شاء الله. شيربل ده هيبقى من أهم الناس في حياتك وعمرك ما هتنساه. بخير ما اخترت. بص يا بيه. أيوه. دلوقتي أنت هتلبس البدلة دي. تمام. مستر جورج هيلبسك البابيونة الحلوة. الله. وشيربل هيتحكم في كل حركاتك وأنت مش هتقدر تتحكم في نفسك بأي شكل من الأشكال. مهما حصل اوعى تبطل غنى. كيلر كاريوكي. يلا. خليني معاك اوعى تسيبني حبيب انا نفسي ارتاح انا شوقي ليك بيعذبني انا عمري ابتدى بلواك انا نفسي اعيش عمري بحال ولا يمثلني حبيبي حاسس بايه يا محمد؟ حاسس بمصيبه جايه. يا لطيف يا لطيف. الفول ده ولا ايه؟ مصيبه ما كانتش على بالك؟ اه. يلا بينا نشوف التحدي اللي محمد ما كانش متوقعه. يلا نشوف الاعاده. محمد دخل خايف قوي. خليني معاك. ما كانش قادر يتحكم في حركته ابدا. اكتر حاجه رعبته كانت السمكه. مع انها عيني ميته وما بتعملش حاجه، واكتر حاجه ازعجته كان تدفق السوائل عليه من كل الالوان.